ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد، تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده سنه خمسه ابتدائي، المنهج جديد، منهج كونكت بلس، شرح يونت 1 ليسن 5. شرح درس مهم جدا، هشرح الموضوع، تابع معايا، افتح كراسه، اكتب الموضوع، شوف انا بنطق ازاي، شوف الجرامر اللي احنا هنتكلم عنه، وشوف الموضوع احنا بنقراه ازاي عشان تفهمه. تمام، اي فيديو انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل، الجرامر كله في قوائم التشغيل. كل فيديو باكد على النقطه دي، ان الجرامر كله والفيديوهات كلها في قوائم التشغيل. تمام. Are plants similar to humans؟ يعني هل النباتات مشابهه للبشر؟ طبعا ده في كتاب المدرسي page 12. In some ways، يعني الى حد ما، humans are similar to plants، يعني ايه؟ الى حد ما البشر مشابهين للنباتات. Think about our circulatory system، فكر كده في الجهاز الدوري بتاعنا. Instead of water، our veins and arteries carry blood around our bodies، يعني بدل من المية اللي هي موجودة في النباتات، الأوردة والشرايين بتحمل الدم حوالين جسمنا. Veins move blood away from our heart، الأوردة بتاخد الدم ايه طبعا ايه بعيد عن ايه عن القلب. Arteries carry blood to it، والشرايين بتحمل الدم ليه. The nutrients and oxygen that we need are in our blood، العناصر الغذائية والأكسجين اللي احنا محتاجينهم موجودين فين؟ في الدم. But we don't use carbon dioxide like plants do، لكن احنا مش بنستخدم ثاني اكسيد الكربون مثل ايه النباتات بتفعل. النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتستخدمه، لكن احنا لا، البشر لا. Humans need sunlight too، يعني البشر محتاجين ضوء الشمس ايضا. We can't make our own food but we get vitamin D from sunlight، احنا مش بنستخدم ضوء الشمس عشان نعمل الطعام بتاعنا، لكن احنا بنحصل من ضوء الشمس على فيتامين دي. This can help protect us from getting sick، ده بيحمينا ان ايه ان احنا نمرض. Protect us، يا نهار ابيض، us دي عبارة عن ضمير مفعول بيجي بعد الفعل وبيحل محل المفعول. يا نهار ابيض، ادي الفعل اهو بروتكت، يبقى بروتكت اس يحمينا، يبقى ضمائر المفعول بتيجي بعد المفعول وتحل محل المفعول. عملنا فيديوهات عالميه بتتكلم عن الضمائر، لازم تتفرج على الفيديو ده هتلاقيه في قوائم التشغيل. يا نهار ابيض. Sunlight also makes a lot of people feel happy، بيقول لي ضوء الشمس ايضا، هنا also يعني ايضا، اوعى تقول لي بتفكرك بالفاصوليا، لا ما تقولش كده. also يعني ايضا، خلاص، يبقى sunlight also makes a lot of people feel happy، ضوء الشمس ايضا بيجعل ناس كتيره تشعر بالسعاده. تمام. listen and read SB page 13، صفحه 13. هنا حاطط خط تحتها، تعال نشوف ليه الورد حاطط خط تحت سو. مش نشطة، سيبك منه، هتنشط دلوقتي. شفت بقى، ادي اهو التعليم بقى، عايزة كومة بعدها، سو بعدها كومة. طب وين هنا؟ ها، مش كابيتال، تمام، لانه مش سؤال او مش بادئ، هنا اهو في كوما، يبقى عادي مفيش حرف كابيتال. تمام، اتعلمنا حاجه، انا متعمد انك انت تتعلم معايا حاجه.
عشان نتعلم punctuation. Yeah, كويس. Your heart beats over 100,000 times a day. يعني القلب بتاعنا أو قلبك بينبض أكتر من 100,000 مرة في اليوم. سبحان الله. So, لذلك اللي هي جاي وراها كوم أهو. It's important to keep your heart healthy. مهم جدا إنك تحافظ على قلبك صحي. When you walk, run, swim, or cycle, you make your heart work harder. لما انت تمشي تجري تعوم او تركب دراجة بتخلي قلبك يشتغل ايه بجد او احسن. If you exercise regularly, لو انت تتدرب بانتظام, your heart gets better and you can get the minerals, nutrients, and oxygen you need more easily. لو انت بتتدرب بانتظام قلبك هيتحسن وتحصل على المعادن والعناصر الغذائية والاكسجين اللي انت محتاجه بسهولة. تمام. خلي بالك هنا اف يعني لو بتربط بين جملتين وبيبقى بينهم كوما من تحت. ليها قاعدة مهمة هناخدها بعدين. Look and read SB page 13. اقرأ وانظر صفحة 13 كده في كتاب المدرسة. What can people do to keep their heart healthy? الناس تقدر تعمل ايه عشان تحافظ على قلبها صحي؟ اديني افكار. حد يديني افكار ازاي تحافظ على قلبك. واحد ايه ده انا سامعك بتقول we should do exercise, برافو عليك. واحد تاني بيقول we should eat healthy food, تمام برافو عليك. تمام تعال نشوف. I try to eat food that is good for my heart. انا بحاول اكل طعام كويس لايه لقلبي. Like يعني مثل fruit vegetables and fish, زي الفاكهة والخضروات والسمك. تمام. في صديق تاني هنا بيقول ايه. I play sports with my friends. انا بلعب رياضة مع اصدقائي. I like being outside and exercising. بحب الخروجات بقى, اخرج بره بقى ايه وايه واتدرب. تمام كويس. صديق تاني بيقول ايه. I find time to relax. انا بلاقي وقت اني استرخي. This can keep your heart healthy too. مهم جدا واحد يسترخي ميبقاش في قلق وتوتر. Yeah, no worries, no worries, do not be nervous. متبقاش عصبي, متبقاش ميبقاش في قلق. لازم تسترخي كده وايه ده بيخلي قلبك صحي ايه ايضا. تمام. انتهى الفيديو بتاعنا. هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعة. اي فيديو انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل. اشوفكم على خير في تدريبات جاية كتير. جود باي, مع السلامة.